بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم درسا في شرح كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسباب مرض القلوب وقسوتها وموتها ما يعرض لها من الفتن، والفتن على قسمين: فتن الشبهات، الشبهات وهذه تكون في العقيدة، شبهة أهل الضلال، أهل الزيغ، وأهل الإلحاد، وأهل التصوف، وأهل الشرك، هذه تكون شبهات، وهذه أشد أنواع الفتن، فتن الشبهات. والنوع الثاني فتن الشهوات التي تشتهيها النفس، تشتهيها النفس وهي محرمة، كشهوة الزنا وشهوة شرب الخمر وشهوة الغيبة والنميمة وشهوة الحسد وما أشبه ذلك. هذه فتن شهوات، وهي فتن محرمة، ولكن هذه الفتن تعرض لأهل الفسق وأهل المعاصي. أما الفتن الأولى الشبهات هي تعرض لأهل الزيغ والضلال. كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، هذه الشهوات، استمتعوا بنصيبهم من هذه الدنيا، استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، يعني نصيبكم من هذه الشهوات، كما استمتع الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا. هذه فتنة الشبهات، خضتم في العقيدة كالذي خاضوه من قبلكم في عقائدهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. هذا الصنف من الناس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من فتن الشهوات، لأنها كثيرة مغرية، فتنة حب المال، فتنة حب النساء،
فتنة حب الأولاد، فتنة لا تحصى، فتن كثيرة، فتنة النظر إلى ما حرم الله، فتنة الاستماع إلى ما حرم الله، هي كثيرة. هذه فتنة الشهوات، وفتنة الشبهات هذه تكون في العقيدة والعياذ بالله، ما يعرض لها من التشكيك، وما يعرض لها من الزيغ والضلال ودعاة السوء، وما أكثرهم في هذا الزمان وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع والتويترات وما أشبه ذلك. هذه صارت بأيدي أهل فتنة الشبهات، يلقون فيها شرهم وينشرونه فيها، فيصل إلى كل من ينظر أو يسمع هذه الوسائل، فيقع في فخها إلا من رحم الله عز وجل. فالأمر عظيم وخطير جدا. والضحية هي القلوب، كل هذه تكون ضحيتها القلوب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولا شك أن دعاة الضلال يركزون على هذا النوع من الفتن، فتن الشبهات، يركزون عليه، يجعلون له برامج، يجعلون له أناسا متخصصين يعقدون له مناظرات إلى آخره. ثم من بعدهم أصحاب فتنة الشهوات الذين يعرضون شهوات النفوس على الناس، فيقع فيها الكثير، لأن كثيرا من النفوس تحب الشهوات، تحب الشهوات، فإذا لم يكن عندها إيمان قوي فإن هذه الشهوات تغلب عليها فيقعون فيها. نعم. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. فالأولى كلها ترجع إلى الفتنتين، كلها ترجع إلى الفتنتين، فتن الشبهات وفتن الشهوات. نعم. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، الشهوات يعني. نعم. والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد، وهذه الشبهات. نعم. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قوله: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. أجرد، متجرد من هذه الفتن، فيه مثل السراج يزهر مستنير، هذا قلب المؤمن. نعم. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. قلب الكافر قد غلف بالغلف، قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة، ما يصل إليها كلامك يا محمد، مغلفة، ما نسمع كلامك. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر،
صمم لا نسمعك، ومن بيننا وبينك حجاب والعياذ بالله، فاعمل إننا عاملون. هذا القلب الأغلف يعني عليه غلاف، ما يصل إليه حق ولا نور، لأن الغلاف حجبه. كلا بل ران، الران كذلك هو الغلاف، ران على قلوبهم، ختم الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قلوب الكفار. نعم. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. المنافق قلبه منكوس، منكوس إلى الأسفل، مثل الكوز كما في الحديث الذي سبق، مثل الكوس المكفي على الأرض، ما يمسك شيء ولا يستقر فيه شيء لأنه منكوس. انصح أو لا تنصح، أو اقرأ أو لا تقرأ، ما عندي، القلب هذا منكوس، قدح مكفي، ما يمكن يمسك شيئا من الماء، يزول عنه الماء يمينا وشمالا، هذا قلب المنافق. نعم. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. لماذا صار منكوسا؟ لأنه انتكس، عرف الحق ثم أنكره فانتكس، فصار رأسه أسفله وصار أسفله رأسه والعياذ بالله. نعم. عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان، القلب الثالث بين وبين، فيه حياة وفيه موت. نعم. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. لما غلب، فإن غلبت عليه مادة الإيمان صار مؤمنا، وإن غلبت عليه مادة النفاق صار منافقا، فهو معرض. نعم. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله. أجرد متجرد مما سوى الله ورسوله، لا يسمع إلا كلام الله ولا يسمع إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه من اللغو والباطل واللهو فهو يعرض عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، ما هو بسلام تحية، سلام متاركة، يعني أبعدنا عنكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. وعباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون إليه ولا يقعدون في مجالسه، وإنما يمرون مجرد مرور وهم عابرون. نعم. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر، وهو مصباح الإيمان، فأشار. نعم، مصباح الإيمان، فالإيمان نور في القلب، نور في القلب، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذا الإيمان في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة في كمشكاة، وهي الكوة والفتحة في الجدار فيها مصباح، يصير هذا أقوى للنور لأنه محجوب من هنا وهنا فينبثق النور منه. المصباح في زجاجة
تصفي النور أيضا. المصباح في مشكات، والمشكات في زجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري أي ساطع. شوفون الكوكب في السماء كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، شجرة الوحي، يوقد من شجرة مباركة، يعني السراج هذا وهذا المصباح مادته التي تشعله شجرة مباركة. ما هي؟ زيتونة، لأن زيت الزيتون هو أحسن شيء للمصباح، زيت الزيتون هو أحسن شيء للمصباح. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، هذه الشجرة منبتها متوسط متعرض للشمس إذا أشرقت وإذا غربت، متعرض للشمس دائما الشمس، لأن الشجر يعيش على الشمس مثل ما يعيش على الماء يعيش على الشمس. وشجرة الظل تكون ردية وتكون معروفة، شجر الظل خلاف شجر اللي يتعرض للشمس، هذا يصير قوي ومثمر. لا شرقية ولا غربية، يأتيها الشمس من كل جهة، من جهة الشرق ومن جهة الغرب. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من صفائه نور على نور، نور المصباح ونور المشكات ونور الزجاجة ونور الزيتون الصافي، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وين يوجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، في المساجد، يوجد في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو موطن القلب الحي المؤمن، موطنه في بيوت الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله عز وجل. أما القلب الفاسد فهذا موطنه في المسارح والملاهي وبيوت الدعارة وبيوت الفحش، هذا موطنه والعياذ بالله. نعم. فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. نعم. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه. شوف، قلب الكافر مغلف مختوم عليه، ختم الله على قلوبهم، ما يصل إليه شيء. قلب المنافق منكوس، عرف ثم أنكر فانتكس، عرف الحق ثم أنكره فانتكس قلبه، صار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله والعياذ بالله. نعم. وأشار بالقلب الأغلف، شوف هذه القلوب، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن. قلب أغلف، هذا قلب الكافر. قلب منكوس، قلب منكوس مجخي كما سبق في الحديث، كالكوز مجخيا يعني منكوسا، وهذا قلب المنافق. نعم. وأشار بالقلب، تعال شف قلبك، أي هالقلوب هذه، اعرض قلبك على هذه القلوب. نعم.
وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، لا يصل إليه شيء. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، هذا هو السبب. نعم. وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه. نعم. كما قال تعالى حاكيا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة، ما يصل إليها كلامك ولا القرآن، ما يصل إليها، هذا معنى. وقيل غلف يعني مليانه من العلم، ما نحتاج إلى علمك وإلى ما جئت به، مليانه من العلم ولا نحتاج إلى القرآن ولا نحتاج إلى شيء. نعم. كما قال تعالى حاكيا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف. نعم. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. نعم. لما أعرضوا عن قبول الحق ختم الله على قلوبهم عقوبة لهم، ولما سمعوا القرآن ولم يؤمنوا به الله سبحانه وتعالى غلف قلوبهم فلا تقبلوا شيئا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان هو السبب في حياة قلبه، في مرض قلبه، في موت قلبه، هو السبب. نعم. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر. عقوبة لهم لا ظلما لهم، الله لا يظلم أحدا، إنما جزاهم الله على فعلهم، وهو عدم قبولهم للحق وعدم إصغائهم إليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف، لا يهدي القوم بسبب الظلم، ما هم من الله، لكن هم ظلموا أنفسهم. نعم. عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. نعم. فهي أكنة على القلوب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. السبب ما هو؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما سمعوه لم يصغوا إليه ولم يعبأوا به وأعرضوا عنه، الله جل وعلا قلب قلوبهم وأفئدتهم. نعم. فليحذر الإنسان من أنه يسمع الحق ولا يقبله ولا يمتثل له، نعم، لئلا يصاب بهذه المصيبة. نعم. فهي أكنة على القلوب، ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار. والوقر هو الصمم. نعم. فهي أكنة على القلوب، ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار. وعمى في الأبصار. ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني ما هم عميان، ما يشوفون الجدران ولا، لا يبصرون بها الحق، وإن كانوا يبصرون الجدران والطرق، ولا مثل البهائم، مثل بصر البهائم. البهائم أيضا تبصر، تسلك الطرق وتتجنب الخطر، هؤلاء مثل البهائم، بصرهم لا يتجاوز أمور دنياهم وشهواتهم، لا يبصرون بصرا نافذا اعتبار والاستدلال بآيات الله الكونية على قدرته وعظمته. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما تنفعهم الآيات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني من الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. الإنسان إذا عرف الحق ولم يقبله فإنه عرض نفسه للعقوبة العاجلة كحالة الأمم السابقة،
لما عصرت رسلها ولم تقبل منهم أهلكها الله جميعا لقوم نوح وعاد وثمود نعم. هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نعم. فإذا ذكر هذا يسمع القرآن ولا يصغي له ولا يلتفت إليه، إنما قد يقرأ القرآن للطرب والتلذذ بالنغمات ولا يقرأه للتدبر والاعتبار والعمل به. كل من قرأ القرآن يكون تابع للقرآن ولا مصغيا له، وإنما غرضه لذة التلاوة والصوت، وفلان أحسن من فلان صوت، وفلان روحه لم فلان صلوا وراه ترى صوته زين، بس صوته زين ما يكفي هذا، صلوا وراء من يتقن الصلاة ويخشى الله سبحانه وتعالى، صلوا خلف هذا، ما هو بتصلون خلف اللي صوته زين وبس. نعم. وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوا القرآن ويتدبروه. نعم. وفي آذانهم وقرا، في آذانهم وقر يعني صمم، لا يسمعون سماع قبول وإنما يسمعون سماع بهائم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل البهائم تسمع صوت الراعي تتبعه وهي ما تدري وش يقول، لكن تمشي على الصوت فقط. هذا مثل الذي يسمع القرآن ليتلذذ به ونغماته، لكن لا ينتفع به والعياذ بالله. نعم. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. إذا ذكر في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عما عليه أهل الباطل ولوا على أدبارهم نفورا، ما لا تعرض لما هم عليه أو تسب ما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام، لا تعرضت ولوا وأدبروا عنك، ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأبغض ما يسمعون في القرآن النهي عن الشرك وعبادة القبور وعبادة الأضرحة وعبادة الأصنام، هذا أبغض ما يسمعونه أو يستمعون إليه. خلنا على ما نحن عليه، لا تعرض لما نحن عليه، خلنا على ما نحن عليه، هذا ما يصلح. نعم. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب وأشار يعني حذيفة رضي الله عنه. نعم. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق. كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فما لكم في المنافقين فئتين يعني تختلفون ترددين في شأنهم، ما يحتاج تردد، الله أركسهم بما كسبوا، أركسهم نكسهم ونكس قلوبهم، فلا جدال فيهم، لا جدال فيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فما له من هاد. فالهداية بيد الله، يمن بها على من يشاء، لمن أصغى إلى الحق ورغب فيه. وأما من عرض عنه ولم يقبله فإنه إنما يسمعه سماع البهائم، كما تسمع البهائم صوت الراعي، كمثل الذي ينعق، يعني صوت بما لا يسمع إلا دعاء فقط، صوت فقط ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. بما كسبوا، شف بما كسبوا، الله ما ظلمهم، إنما أركسهم بكسبهم الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد. نعم، المنافق شر من الكافر الخالص، شر من الكافر الخالص. ليه؟ لأن الكافر الخالص عرفنا أنه كافر، عرفنا أنه كافر فأخذنا حذرنا منه. وأما المنافق فهو يتزيى بزينة ويتكلم بكلامنا ويذكر الله معنا ويصلي معنا ويصوم معنا، خداعا، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالمنافق شر من الكافر، ولذلك صار المنافق في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل شيء من النار فيه المنافقون. ليه؟ تحت عبدة الأصنام، تحت المشركين، لأنهم شر من الكفار والمشركين. أولئك صرحوا بكفرهم وعرفناهم واتخذنا حذرنا منهم، تعاملنا معهم بأنهم كفار، تعاملنا معهم أنهم كفار. أما هؤلاء نتعامل معهم على أنهم مؤمنون مسلمون، وهم غير مسلمين ولا مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك ذكر الله في مطلع سورة البقرة أربع آيات في المؤمنين، وذكر آيتين في الكفار الخلص، وذكر بضع عشرة آية في المنافقين لخطرهم وشرهم. نعم. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. نعم، هذا المنافق. نعم. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله. أربعة قلوب ذكر حذيفة رضي الله عنه، أربعة قلوب: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب منكوس، وقلب أغلف، قلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، الرابع قلب فيه إيمان وفيه نفاق. هذا فيه رجاء، فيه رجاء أنه يعالج ويتوب إلى الله ويرجع، وفيه خطر أنه يهلك في نفاقه. بين بين هذا، بين بين، ما تخرج القلوب عن هذه الأقسام الأربعة. نعم. نعم. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، فتارة يكون للكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
فدل على أن من أهل القلوب من يكون أقرب إلى الكفر إلى الإيمان، منه إلى الإيمان، فهذا أخطر ما يكون. نعم. فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. إن غلب عليه مادة الإيمان نجا وسلم، وإن غلب عليه مادة الكفر هلك. ولذلك أسباب، إذا كان يعاشر أهل الكفر ويخالطهم ويجالسهم ويستمع لهم ويستمع للضلال، فهذا حري أنه ينتكس قلبه ويذهب ما فيه من مادة الإيمان، محاها ومسحها. وإن كان يجالس أهل الخير ويستمع الذكر ويستمع القرآن ويستمع المواعظ والتذكير ويخالط أهل الخير ويصاحبهم، فهذا حري أن يهديه الله وأن يخلص الإيمان في قلبه وتذهب منه المادة الخبيثة. نعم. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. الله، كلام حذيفة هذا ثمين جدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو فقيه في أمر الفتن، لأنه يخاف منها ويحذر منها ويسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الصحابة سؤالا عن الفتن. يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا من فقه رضي الله عنه. فالإنسان لا يأمن على نفسه، وإذا لم يعرف الشر وقع فيه. من لا يعرف الشر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يقول الإنسان: والله أنا فاهم وعارف وأنا ما علي خطر، ولا نبرح نتعلم شبه الكفار وشبه الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وشبيبها، يقولون كذا بعضهم. لا، أعرفها لأجل تتجنبها ولا تلتبس عليك شبهاتهم، اعرفها من أجل أن تتجنبها، وإلا تقع فيها، لا سيما وأنهم أهل الفصاحة وأهل العلم وأهل الحجاج ومناقشة. فلا بد أنك تكون عندك حصانة منهم. ولذلك نحن ندرس في العقيدة، ندرس مذهب أهل السنة والجماعة، ندرس مذهب المعتزلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومذهب الخوارج، مذهب المرجئة. ليش ندرس هذه الأشياء محبة لها؟ لا، ندرسها لأجل أن نتجنبها، لكن لا يمكن أن نتجنبها دون أن نعرفها، لا بد أن نعرفها. أنت لما تسير في طريق، تسير في طريق وفي الليل أيضا، أنت لا تعرف هذا الطريق وما فيه من الحفر وما يعترضك من السباع والهوام، إذا لم تعرف هذا تهلك في أول خطوة. أما إذا كنت على معرفة بالطريق، تعرف ما فيه من الأخطار، تأخذ حذرك، تتجنب الأخطار وتقاوم الأشياء التي تعترض لك. لا بد من معرفة طريقك في هذه الحياة. نعم. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الآية أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يقول: ما المراد بهذه الفتنة؟ الفتنة ما يقع بهم من المصائب، ما يقع منهم من المصائب والنكبات، لكن ما يعتبرون ويتعظون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كانت تعرض عنده الشكوك
في القضاء والقدر وفي أمور العقيدة، ونفسه تكره هذا ويتألم منه، فهل يكون من الزائغين ويكون عليه إثم؟ أول شيء، القضاء والقدر هذا سر الله في خلقه، فلا تدخل فيه، لا تدخل فيه، عليك بالإيمان به ولا تدخل في مسائله ولماذا ولماذا، اترك هذا، سلم لله عز وجل، سلم لله أن ما قدره لا بد أن يكون، وما قضاه لا بد أن يقع، وأن الله لا يخلق شيئا عبثا، وأن الله حكيم يضع الأمور في مواضعها، وأن الله لا يظلم أحدا. سلم لله هذا، ولا تدخل في مناقشات القدر، ولا ما تصل إلى شيء أبدا، ما تصل إلى شيء إلا التيه والاضطراب. يكفيك أن تؤمن بالقضاء والقدر وتسلم لله عز وجل، هذا الذي يكفيك، هذا من ناحية القضاء والقدر. أما من ناحية الأسئلة عن الشبهات ولأجل تجنبها وتدرسها لأجل تتجنبها، هذا شيء مطلوب من المؤمن أنه يعرف، كما ذكرنا، يعرف طرق الشر لأجل أن يتجنبها. نعم. أما القضاء والقدر لا تحاول أبدا، ترى كل ما تعمقت فيه زدت جهالة. ليه؟ لأنه سر الله في خلقه، والله ما كلفك أنك تبحث في القضاء والقدر، كلفك أنك تعمل، ومكنك من العمل وأعطاك القدرة على العمل، اعمل يا أخي. أما أنك تشغل نفسك في القضاء والقدر، ما أنت بواصل، ولا هو بهذا شغلك أنت، هذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تستعمل ما تقدر عليه وما عندك استطاعة فعله، وتجنب ما تستطيع أن تتجنبه، هذا المطلوب منك، أن تتجنب الشر وتعمل الخير، هذا المطلوب منك. نعم. وإذا عجزت، شوف، إذا عجزت عن شيء، الله لا يؤاخذك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا عجزت عن الشيء لا تؤاخذ إذا تركته لأنك عاجز، إذا كنت تجهل الشيء لا تؤاخذ عليه حتى تعرف، إذا كنت نسيت ووقعت في شيء محذور لا يؤاخذك الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الصغير لا يكلف حتى يبلغ سن الرشد، وما دام دون الرشد لا يؤاخذ، ولا الله جل وعلا ما يحملك ما لا تطيق أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة التي تبعدني عن فتنة الشهوات؟ اعتزالها واعتزال أهلها، اعتزلها وابتعد عنها، إلا ما تحتاج إليه تأخذ الحلال، يعني في شهوات مباحة يا أخي، هم كل الشهوات محرم، الشهوات المباحة، خذ الشهوات المباحة بقدر حاجتك، واترك الشهوات المحرمة. الله أغناك عن شهوة الزنا بالزواج الحلال، أغناك عن الخمر بالأشربة الطيبة اللذيذة النافعة، أغناك عن المخدرات والمسكرات والدخان، أغناك بالفواكه والملذات الطيبة، كل منها، كل مما أحل الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كل من الطيبات، من الحلال، طيبات يعني الحلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المناظرات التي تبث على القنوات الفضائية ويشاهدها كثير من العامة، هل ينصح بمشاهدتها؟ والله ما ينصح بمشاهدتها، ما دام الله معافيك ولا تعرف هذه الأشياء تجنبها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذهاب إلى قنوات الشر لغرض مجادلة أهل الشر والبدع ورد بعض شبهاتهم، هل هذا من مسلك السلف؟ نعم، مسلك العلماء. إذا كان عندك علم وبصيرة وتقدر على رد الباطل وتقصد بهذا نصرة الحق، هذا شيء طيب، لكن أكثر الناس ما يصلون إلى هالمرتبة هذه، إما لأنهم ليس عندهم علم، وإما لأنهم عندهم علم ولا عندهم إيمان. من كان عنده مقدرة إيمانية وعلمية ويقصد بذلك رد الباطل، هذا طيب، هذا من الجهاد في سبيل الله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يجادلون، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا تأخذ أكثر من حقك، اكتفي بحقك فقط، وإن صبرت ولم تأخذ حقك فهو خير للصابرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف ينجو الشاب المسلم من فتنة الانترنت؟ وكما تعلمون يتركه، ينجو منه يتركه، ما كلفه، عافية الله منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يقول: ما العلاقة بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات؟ لأن من ضيع الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ضيعها اتبع الشهوات، لأن ما عنده صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يشمئز من دعوة التوحيد ولا يلقي لها بالا بدعوى أن التوحيد يفرق الناس، فهل مثل هذا يكون مشابها للكفار الذين تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده؟ نعم. وش اللي يمنع؟ اللي يكره التوحيد والكلام فيه داخل في الآية بلا شك، فعلى المسلم أنه يترك، لأن بعض الناس ما يقصد هذا، بعض الناس عنده سذاجة ولا سمع هل يقولون كذا، يقول: والله هذا زين صحيح، إنما أنا لا، ما تكره التوحيد. اللي يكره التوحيد هذا ليس بمؤمن، ما يكره التوحيد إنسان في قلبه إيمان، ولا يجمع الناس إلا التوحيد، ما يجمعهم الشرك والشركيات والكفر والبدع، هذه تفرقهم. والله يترك الناس يجتمعون، ما يجتمعون على الضلال أبدا، إنما يجتمعون على الحق. ما الذي جمع الأمم من عرب وعجم وجن وإنس إلا كلمة لا إله إلا الله لما دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دعا إليها وقبلوها اجتمعوا، ولما خالفوها تشتتوا، شتتهم الله سبحانه. ولهذا قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، ما الأصل يعني أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوحيد هو الذي يجمع القلوب، لأن الاجتماع ما هو بالأبدان يا إخوان، الاجتماع بالقلوب، وأما اجتماع الأبدان بدون القلوب فهذا مثل ما جاء في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع القلوب إلا الإيمان، ولا يجمع القلوب إلا التوحيد، هذا الذي يجمع القلوب، الذي وحد بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي
وصهيب الرومي مع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ما الذي جمعهم إلا التوحيد؟ ما الذي جمعهم وجعلهم إخوان متحابين؟ كانوا قبل ذلك متفرقين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الذي يجمع القلوب. فالذي يقول لا تفرقون الناس هذا يكره التوحيد، وإذا كره التوحيد هلك بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يقول لا تتكلموا في المخالفين لمنهج السلف لأنهم مسلمون، وإنما يتكلم في الكفار فقط ويحذر منهم. هؤلاء أولى أن يتكلم معهم لأنهم مسلمون، والمسلم أولى بالنصيحة يا أخي، أولى بالنصيحة. وأنذر عشيرتك، ها الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، فهم أولى بالنصيحة وأولى بالتقويم، تنبيه على الأخطاء أولى، ابدأ بهم أولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول القلب الذي تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، هل هما في نفس الوقت يمدانه وكيف يكون ذلك؟ في نفس الوقت، نعم، فيه إيمان وفيه مادة نفاق، يروح مع ذولا ومع ذولا، يسمع لهذا ولهذا، فهو على خطر أنه ينزاح مع الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هل تدل الآية على أن المحاضرات والمواعظ إنما تكون في المساجد فقط؟ هي الأولى، ما في شك أن الأولى في المحاضرات والدروس أن تكون، والمواعظ أن تكون في المساجد، لأن المساجد بيوت الله، والإنسان يجد فيها من الطمأنينة والإقبال أكثر مما يجد وهو في الشارع أو في نادي أو في مخيم أو في ما. المساجد فيها سكينة، فيها سكينة، فيها ملائكة، خلاف الأسواق وفيها شياطين وفيها شر. المساجد بيوت الله، فهي أولى أن تلقى فيها الدروس والدعوة والمحاضرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يقول في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هناك البعض يقول إن أحكام الدين لا يتعدى بها المساجد، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول العلمانية، قول العلمانية يقولون الدين في المساجد، بس أما ما له سلطان خارج المساجد، لا على معاملات الناس ولا على تصرفات الناس، الناس أحرار والناس، أما في المسجد هذا محل الدين عندهم. هذا كفر والعياذ بالله. هذا معناه أن الإسلام أنه ما هو بشامل للحياة، وإنما هو في المساجد فقط، وبقية الأرض لا سلطان للدين عليها، نسأل الله العافية. هذا قول العلمانيين والليبراليين. نعم. فصل الدين عن الدولة يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك رجل عندما أنصحه هناك رجل عندما أنصحه لمواقعته المعاصي يرد علي بحديث معناه لو أنكم لا تعصون الله لأتى الله بقوم. يتقرب إلى الله بالمعاصي، هذا انتكاس، تقرب إلى الله بالطاعات ولكن يتوب من المعاصي ثم تستغفرونه، هذا ما كمل الحديث، ثم تستغفرونه فيغفر لكم. أما الذي لا يستغفر هذا لا يتقرب إلى الله بحاله والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وما أهلك بعض الناس أو كثير منهم إلا أنهم يقطعون الدليل، يأخذون بعضه ويتركون البعض الآخر، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل،
كلام يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فإذا قطعته وأخذت قدر حاجك وتركت الباقي هذا ضلال زيغ، هذه طريقة أهل الزيغ. وأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذه طريقة أهل الزيغ. نعم. أما أهل الحق يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيفسرون بعضه ببعض، يقولون كلام ربنا عز وجل آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا كما أزغت هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من شعر وأحس أن قلبه هو من النوع الرابع الذي فيه المادتان، هذا كثير يا أخي، ما هو هذا كثير اللي فيه المادتان أكثر الناس كذا. نعم. يقول: فكيف نعالج هذا القلب؟ بالإقبال على طاعة الله وعلى الاستغفار والتوبة والمحافظة على الفرائض، فبذلك تمحي المادة الخبيثة من قلبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقول إن العيش في بلاد الكفار أحسن من العيش في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية، لأن بلاد الكفار إنما فيها كفار فقط وليس فيها منافقون. نسأل الله العافية، هذا يمدح الكفار ويسب المسلمين. المسلمين وإن كان عندهم معاصي وإن كان عندهم، خير من الكفار، خير المسلم العاصي خير من الكافر، المسلم العاصي خير، والفاسق المسلم الفاسق خير من الكافر، الكافر لا خير فيه أبدا، شر خالص، ما هذا عنده خير وعنده شر، هو خير من الكافر الخالص. وهذا معناه رد الهجرة، الله أوجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا يقول لا تهاجر، بلاد الكفار أزين من بلاد المسلمين، هذا والعياذ بالله هذا ضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. نعم، نصيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله: ذكر في أول الباب أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة: صحيح وسقيم وميت، وحذيفة رضي الله عنه ذكر أنها أربعة. تفصيل كلام حذيفة تفصيل، وأما في الحديث فهو إجمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أفضل الأسماء بعد عبد الله وعبد الرحمن هي أسماء الأنبياء أم ما عبد لله سبحانه؟ ما عبد لله فهو أفضل، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، ما عبد لله فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تكرار صلاة الاستخارة في الموضوع الواحد؟ لا بس، إذا صليت ودعوت ولم يتبين لك صل ثاني وادع مرة ثانية حتى يتبين لك، كرر الاستخارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استعمال العطور التي ثبت أن فيها كحول؟ لا يجوز، إذا ثبت أن فيها مادة كحول، الكحول خمر، الخمر نجسة، والله قال فاجتنبوه، قال في الخمر فاجتنبوه، فكيف تتطيب به والله يقول اجتنبوه؟ إذا ثبت، أما مجرد الشائعات لا يبنى عليه حكم، الأصل الإباحة إلا إن ثبت أن فيه خمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس الذكر دون حائل ولكن ليس بالكف وإنما بالساعد، هل ينقض الوضوء؟ وإنما بالساعد، لا، إذا ما مسه بكفه ما ينتقض الوضوء، إنما مسه بالكف فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أصلي بالوضوء الذي في غسل الجمعة إذا نويت به الوضوء، هل يجوز أن أصلي به؟ إيه نعم، إذا نويت دخول الوضوء في
غسل مسنون، ما هو غسل تبرد ولا تنظف، غسل مسنون لأنه مشروع يدخل فيه. لكن كونك توضأ على حدة وتغتسل على حدة هذا أتم وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في الأزمنة المتأخرة الأمراض النفسية والأطباء النفسيون، يقول: ومعروف أن دراستهم ليست مبنية على الكتاب والسنة، سؤاله: هل يجوز أن يذهب المسلم المتوكل على الله إلى مثل هؤلاء لأجل العلاج؟ نعم يا أخي، تداوى ولا تداوى بحرام، والله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والتداوي لا ينافي التوكل على الله، سبب الأسباب المباحة لا تنافي التوكل على الله، اعمل السبب وتوكل على الله، اجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي صبغت شعرها أن ترجعه إلى اللون الأسود بالصبغ، أي تصبغه أسود لأنه لون الشعر الأصلي؟ لا، تترك الصبغ وهو يعود، تترك الصبغ وهو يعود إلى لونه الأصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ماء زمزم إذا خلطه ماء آخر هل يعتبر ماء زمزم كله؟ بقدر ما فيه، يعتبر ماء زمزم بقدر ما فيه من زمزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مال خبأته في مكان ثم نسيت هذا المال عددا من السنوات، وقد وجدته بعد ذلك يقول صدفة، فكم مقدار زكاة هذا المال حيث إنني لا أعلم عدد السنوات؟ ما في زكاة في السنوات الماضية لأنه مال ضايع، تجب الزكاة لما وجدته، تزكيه عن سنة واحدة، السنة التي وجدته فيها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتبر الموت في حوادث السيارات هو من موت الفجأة؟ وش اللي يخرجه من موت الفجأة؟ موت الفجأة هو اللي يأتي بغتة، حوادث السيارات نسأل الله العافية التي يموت فيها ناس هذا موت فجأة بغتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا القول صحيح وهو أن كل الآيات التي في صفات الله عز وجل هي من المتشابه ونحن نؤمن؟ نسأل الله العافية، الصفات ليست من المتشابه، المتشابه هو الذي لا يعلم معناه، والصفات يعلم معناها، إنما اللي يعد من المتشابه هم المعتزلة والأشاعرة وأهل الضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل تعني كلمة شطر استقبال نصف المسجد الحرام كون الكعبة؟ الجهة التي فيها المسجد الحرام، لو بغيت تصلي استقبل الجهة التي فيها المسجد الحرام ولو لم تصادف عين الكعبة. الذي يجب عليه مصادفة عين الكعبة هو الذي يراها، أما الذي لا يرى الكعبة فيكفي أن يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام من على سمتهم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن
لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم سفر المرأة من غير محرم علما بأنه سيتم توصيلها إلى المطار واستقبالها في المطار الثاني لأجل أن تذهب إلى زوجها هناك؟ أول شيء نسألك، هل تضمن وصولها إلى المطار الثاني أو تنحرف الطائرة أحيانا لسبب من الأسباب وتروح البلد آخر، تقع في مطار آخر، من يستقبلها يا أخي؟ إيش هالكلام هذا؟ من يضمن أن الطائرة أن دائما تقع في المطار الذي حدد لها؟ اعتريها أشياء وتنصرف عنه، كثير ما يقع هذا. من يستقبل الحرمة إذا جاءت في بلد أجنبي ليس فيه أحد لها؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية من ناحية الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم في كل زمان ومكان وفي كل وسيلة نقل، عمم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. من يبي يجي يخصص يقول لا صارت بالطائرة؟ الرسول ما درى أن يبي يجي طيارات يبي يجي. يا سبحان الله، الرسول كلامه عام لكل الأوقات وكل الأمكنة وكل الأزمان، الشريعة الإسلامية شاملة إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن حكم لبس الرموش الصناعية، لا يجوز هذا تصنع بما لا تعطى، نسأل الله العافية، ما يجوز. يا أخي، خلق الله له رموش، ما تكفيها؟ تكتفي بالرموش التي خلقها الله لها وهي أجمل لها وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنه شخص ينظر إلى المحرمات ويفعل بعضا منها ثم يتوب ويحلف أنه إن عاد مرة أخرى ليدفعن كفارة كمئتي ريال مثلا، يقول: ثم أعود وأعود وأتوب بعد ذلك، فماذا علي؟ اجتنب الأسباب، اجتنب الأسباب اللي توقعك في المعصية والعود إليها، اجتنب الأسباب، مجالسة أهل الشر، مجالسة النظر إلى ما حرم الله، اجتنب الأسباب التي توقع في المعصية حتى تسلم منها. أما أنك تتعاطى أسبابها وتقول أنا أبتوب، لا، ما يجوز هذا. ولكن أنت حلفت، إذا وقعت في المعصية كفر كفارة يمين، عليك مع التوبة أن تكفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مأموم يصلي خلف الإمام ثم قطع هذا المأموم صلاته لحاجة، يقول: انحرف عن جهة القبلة ثم رجع مع الإمام ثانية، فما حكم صلاته؟ إذا كان انحرف عن القبلة لحاجة ضرورية ثم عاد، صلاته صحيحة. أما إذا كان انحرف من غير حاجة ويعني استدبر القبلة أو صارت على جنبه، تبطل صلاته إذا كان هذا لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة يقتل حية، يقتل عقرب، هذا لا بأس، يسمح له بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يضع على إحدى النصائب على قبر والده يضع عصا لكي يميزه عن باقي القبور، فهل فعله جائز؟ لا بأس بهذا، يوضع عليه عصا، يوضع عليه حجر، ما في بأس، إنما لا يكتب عليه أو يضع عليه صبغ أو شيء، ما يجوز هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل أعمالا خاصة بعملي في غير أوقات الدوام، فهل يحق لي أن آخذ من ميزانية معي مقابل هذه الأعمال التي أعملها رغم عدم موافقة مرجعي على ذلك وقد طلبت منهم فرفضوا؟
لا تعمل يا أخي، اقتصر على عملك، لا تعمل غير عملك، ولا اترك العمل هذا ورحل اللي تبي. أما أنك تأخذ عمل ووظيفة كنت ولا ما هي ميزيتنا هذه، بشتغل بغيرها والنظام يمنع هذا، فلا يجوز لك هذا. نعم، مسلمون على شروطهم، إذا صارت ما تصلح لك الوظيفة ولا تكفيك انتقل منها إلى شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟ مقصود أن الأعمال بالخواتيم، على ما يختم له الإنسان من خير أو شر، فلذلك يكثر الإنسان من سؤال الله حسن الخاتمة، وأيضا يتجنب الأعمال السيئة لئلا يختم له بها، يداوم على فعل الخير، لأنه لا يدري متى يختم عمله، متى ينزل به الموت، فيداوم على فعل الخير ويتوب من أعمال الشر حتى تأتيه منيته وهو على خير. نعم، لا يأمن ويقول توي أنا صغير شاب، أنا متكامل الصحة، الموت بعيد، ولا لا، ما الموت يأتي فجأة، ما تدري، يختم لك على ما أنت عليه من خير أو شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أمي مصابة بمرض عضوي ونفسي. ها؟ يقول أمي مصابة بمرض عضوي ونفسي، وهي الآن لا تصلي لكنها غير عاجزة عن ذلك، مضى عليها 3 سنوات على هذا الحال ولا تصوم رمضان. سؤاله: هل نخرج عنها كفارة الصوم عن 3 سنوات؟ وما واجبنا تجاهها؟ إذا كان ما عنده عقل ليس عليها تكليف، صار ما عنده عقل، مختل عقلها، ألا عليها تكليف؟ أما إذا كان عقلها باقٍ، عقلها باقٍ، فلا يجوز لها أن تترك الصلاة، وإنما تصلي على حسب حالها ولا تترك الصلاة، ولا يكفي أنك تخرج عنها، عليها التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، والله يتوب على من تاب، لأنها تركت الصلاة متعمدة، والذي تركها متعمدا لا يقضيها، وإنما يتوب إلى الله عز وجل، القضاء للذي تركها ناسيا أو نائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول ولدي يؤذيني بالكلام أحيانا ولا يصلي أحيانا، فعجزت معه في التعامل، فهل أدعو عليه مع العلم أنه يقول لي: إن شئت أن تدعو فادعو بما شئت؟ يقول: ما نصيحتكم لي وله؟ يا أخوان، أكثر الوالدين يهملون أولادهم ولا يربونهم، هم ولا تبروا عاد يبونهم يطيعونهم ويبونهم تربون عقب ما يكبرون، ما يصلح هذا. الواجب أنك ربيته من الأصل، سايرته من الأصل، ربيته على الدين وعلى محافظة على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. وكونك تبي يرجع عقب ما تكبر، ما صعب هذا، ما تقواه. أما لو أنك صاحبته من الأول بالتربية وأخذت به ولازمته، هداه الله عز وجل، لأنك فعلت السبب. والآن لا تدعو عليهم، ادعو الله له بالهداية، والله قريب مجيب، ادعو الله له بالهداية بدلا أن تدعو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، الآية، يقول: أليس في هذه الآية رد على من يقول إنه ليس في الكتاب ما يبين أن المحلات التجارية لا تقفل وقت الصلاة، وأن هذا فيه خسارة؟ هل يؤخذ منها هذا الكلام؟ ما في شك، الآية صريحة فيها: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، سبحوا له بالغدو والآصال،
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم فيها، أي المساجد، فدل على أنهم يذهبون إلى المسجد ويصلون ويرجعون لبيعهم وشراء. ما قال لا يتاجرون، قال لا تلهيهم تجارة، يتبعون ويشرون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. العبادة لها وقت وطلب الرزق والتجارة لها وقت. فاللي يقول الكلام هذا هذا باطل، كلام باطل معارض لهذه الآية، معارض لهذه الآية تماما. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.